سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم المرأة المسلمة. النهاردة بصلي أنه نعم الرب وبركاته تكون في حياتكم جميعا. بصلي النهاردة عقول مفتوحة وقلوب مفتوحة وأعين ترى وأذان تسمع ما أعده الرب لكم اليوم. النهاردة احنا بنقدم لكم اختبار العبر، والحقيقة انه ليه بنقدم اختبارات؟ احنا بنقدم اختبارات اولا لانها تشهد لمجد ومحبة الرب يسوع، هي شهادة لعمل الرب في كل شيء وقبل كل شيء، لان الله صنع مجد في حياة العابرين. والحاجة التانية انه هذه الشهادات اللي بنقدمها، المشاهدين اللي بيسمعوني النهاردة وأنا كمان أقدر أقول أني بتعلم منها إزاي ربنا بيقترب منا في أحرج اللحظات أو في أصعب اللحظات أو في أفضل اللحظات في حياتنا، ونتعلم أنه قريب وأنه مهتم بينا. وأنه الكثير منكم اليوم هيسمع اختبار الأخت الدكتورة نعمات موافي، وحيقول أنه أنا كنت بفكر زيها، أنا ده حصل لي، أنا يمكن فكرت الفكرة دي قبل كده، ويمكن الرب النهاردة عنده رسالة خاصة للكثيرين منكم. النهاردة إحنا مش بنقدم شخص الدكتورة نعمات، ولكن إحنا بنقدم شخص الرب يسوع في عمله في حياة الدكتورة نعمات. كل واحد مننا من العابرين ساعات بيبص كده لورا ويقول ايه ده، يعني ده ربنا عمل معايا معجزات كتير جدا، وانه المعجزات اللي عملها ربنا في حياتي دي كانت مبهرة بالنسبة لي. الله مهتم بيك وبيكي شخصيا، وعنده ليكم من الحب والعطاء لحياتكم اللي يغير حياتك فعلا، انه مهتم بيك شخصيا. الكتاب بيقول انه السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، خاطي واحد، السماء كلها بتفرح. تعرفوا ليه؟ لان من صفات الله انه شخصي جدا. الرسالة دي ليك النهاردة وليكي، اسمعوا بصورة شخصية، الله محبته ونعمته وخلاصه مقدم ليكم. النهاردة عنوان حلقتنا هو امرأة مسلمة اختارت العقل. عنوان الحلقة هيظهر من خلال اختبار الدكتورة نعمات النهاردة، ونشوف ازاي الله حول من العقل الى القلب حياة حية بيه. دكتورة نعمات موافي، اهلا بيكي معانا على برنامج المرأة المسلمة لأول مرة النهاردة، منوراني. ميرسي يا استاذة اماني، ربنا يباركك. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير لكل المشاهدين. مساء النور يا حبيبتي، انا سعيده جدا بانه المشاهدين النهارده هيشوفوا نعمه الرب في حياتك. وايضا الدكتوره نعمات ليها قناه على اليوتيوب بتقدم فيها كلمه الله وبتشارك فيها بكل امانه اللي الرب عمله في حياتها. اولا دكتوره نعمات، كتير من الناس اللي بيكتبوا لك بيقولوا لك انت ما كنتيش مسلمه ولا اي حاجه، مش مصدقينك خالص، مش كده؟ اكشلي الحقيقه ده من احلى التعليقات اللي بتيجي، لان شهاده حيه لعمل الرب في حياتي وفي فيا انا كانا في شخصيه، في طريقه كلام، في فكر، في كل حاجه. ف اكشلي الحقيقه ان حتى الفيديوهات اللي بيعملوها علشان يشككوا في نقطة إن أنا عمري ما كنت إن أنا مسيحية وبتظاهر إن أنا عمري ما كنت مسلمة، فده الحقيقة بيوقف عمل فيديوهاتكم، لأن الناس كلها اللي قضوا معي عمر كامل، اللي اتولدت في وسطهم وتربيت في وسطهم عارفيني. طيب دلوقتي هنشوف، بس كمان في ظاهرة دلوقتي إنه الناس تقول لك انتوا بتقولوا كذا، وهي مش يعني بيعترضوا على انه انتوا طالعين ليه تألفوا اختبارات. اولا الاختبار حاجه شخصيه، واحنا ده لا يضيف الينا شيء يعني، ولكن هو بس شهاده لعمل ربنا، فيعني احنا ما بنهتمش بالعدد، ولكن نهتم بنوعيه الانسان اللي يتبع المسيح وكيف يغير المسيح حياته، مش ازاي الدكتوره نعمات اتغيرت، لا ازاي المسيح غير حياتها، وده اللي هتسمعوه النهارده في شهادتها. دكتوره نعمات، يا ريت تاخدينا بقى، بما اننا بنتكلم على انهم بيقولوا انك ما كنتيش مسلمه، خليكي
خدينا شوية عن خلفيتك الإسلامية، أنت تربيتي فين وعيلتك، شكل الإسلام في حياتك كان إيه في بداية حياتك؟ أمين، أستأذنك نص دقيقة بس هصلي في الأول. باسم تفضلي الرب يسوع، باسم تفضلي. الرب يسوع، يا رب بصلي قيادة كاملة للروح القدس في الكلام اللي أنا هقوله. يا رب بصلي ليكن نور في كل قلب وكل عقل وكل روح بتسمعنا، ليكن سلطان كلماتك الحية الفعالة الأقوى من كل سيف سوء الدين، الخارقة إلى مفارق الروح والنفس والجسد، ومميزة أفكار القلب ونياته. يا رب تخترق يا رب، أمين. وتلمس القلوب وتلمس العقول. أمين. بيكون نور، بيكون نور. أمين 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 حبيبتي في اسم يسوع. أوكي، رجعينا بقى لخلفيتك الإسلامية. يس. الحقيقة أنا مولودة في عيلة مسلمة، واتربيت تربية إسلامية جميلة قوي. إحنا بيتنا كان عظيم، أنا اتربيت في مدرسة راهبات، وأنا كل مرة بقول الكلمة دي بحب قوي أنبه إن أنا قعدت 6 أو 7 سنين في الراهب في مدرسة، لا 8 سنين في مدرسة الراهبات. أيوة. أنا مفيش مرة دخلت كنيسة، مفيش مرة راهبة اتكلمت معايا عن المسيح، عشان بس اللي بيقولوا وبيخوفوا من مدارس الراهبات ده ما حصلش، بالعكس. وكتير كتير من العائلات كانوا بيحطوا البنات مسلمين ومسيحيين في مدارس الراهبات، ودي العائلات اللي يعني مستواها يعني معقول، فبيقدروا يعملوا كده لأنه الأخلاق وتعليم الراهبات والدراسة كانت شكلها بتقدم خدمة أفضل، فدي مش حاجة غريبة يعني. يس بالظبط. بعد كده بالنسبة للبيت عندنا، فإحنا كان بيت مسلم جميل قوي، كنا بنصلي الفرد الفرد يعني، بنصوم رمضان. لما كبرت شوية وتعلمت السواقة، بقيت أخرج أنا وماما نروح نصلي التراويح والتهجد في تراويح رمضان. كمان؟ التراويح بالنوافل بتاعتها مش بس كمان التراويح. يس. yeah. وكنا بنروح التهجد وكان على طول عندنا مثلا يوم الجمعة، ده معروف ان احنا ده اول ما نصحى الصبح لازم بنقرأ سورة الكهف، لان سورة الكهف بتحميك من الجمعة للجمعة اللي بعدها، يجي مش عارفة امتحان فياسين لما قرأت له فنقرأ سورة ياسين ونحفظها وتحفظها. سورة الفاتحة، سورة النور، يعني كان سورة البقرة بنشغلها في البيت علشان ما يبقاش في اي ارواح شريرة في البيت. حاجات أساسية جدا كانت عندنا، العلم والإيمان بتاع دكتور مصطفى محمود الشيخ الشعراوي كل يوم جمعة. فكان التربية بتاعتنا جميلة قوي وبسيطة خالص، وكان ربنا معلن عندنا في البيت. وأنا عارفة أن هيقولوا معلن دي مش كلمة إسلامية، ولكن ربنا موجود في البيت. لا، هو أولا مش حاجة غريبة أن احنا نقول أنه المسلمين بيبحثوا عن الله في حياتهم، عندهم رغبة في أنه يكون الله الجزء جزء كبير من حياتهم. لكن التقنيات بقى، في احنا بنكلم ربنا فعلا ولا ده مش الله الحقيقي؟ فأنتي بتتكلمي عن فهمك ل أنا بدور على ربنا، أنا عايشة مع ربنا، أنا كمان اتربيت كده، فدي مش حاجة غريبة. كملي. بس في نقطة، هو عند المسلم مش بيبحث قوي، لا هو ربنا، هو ربنا بتاعه. معلش نختلف على التقنيات دي بعدين. لا، بيبحث المسلم، بيبحث على الله. بس تفضلي كملي. ففي نفس الوقت كان احنا علاقتنا زي ما قلت حضرتك متربية في راهبات، فما كانش عندي اي مشكلة. جارتنا كانت ست مسيحية جميلة، وكان يمكن بيتها يعني it's like our home يعني. كانت البيوت زمان كان البيوت مفتوحة على بعضها، مزبوط. فكان ما كانش عندنا أي مشكلة في الموضوع ده، وكبرت على الوضع ده وعلى الأساس ده. كانت نقلة كبيرة قوي بعد ما سبت الراهبات وبدأت أدخل المدارس في إعدادي، بقى ما كانش فيه راهبات في إعدادي، فدخلت المدرسة الإعدادي. ودي كانت من الحاجات الصادمة، لأن أنا اصطدمت بقى بالواقع إن ممكن كان في حاجات ظواهر كتيرة قوي مختلفة تماماً عن طريقة التعامل والتربية في الراهبات. بعد كده انتقلت بعد كده تقصدي المجتمع ولا المدرسة؟ المدرسة. المدرسة. المجتمع، احنا علاقتنا في المجتمع
دايرة ضيقة، العيلة بتاعتنا، الصديقات بتوعي، شغل بنروح يعني. النادي في وسط في وسط مجتمع بتاعنا، فما صحيح. فيش اكسبوجر قوي لكل المجتمع. وحتى يعني احنا حتى عندنا في البيت، وممكن حد يضحك بقى انا بقول الكلام ده، بس احنا كان عندنا في البيت حتى الافلام العربي احنا ما كانش كل حاجة مسموح نتفرج عليها. هي يعني يعني احنا عائلة مسلمة محافظة طبيعية جدا يعني بالنسبة للمجتمع المصري، ولكن مش متطرفين. نو ما كانش في تطرف، ما اوكي كانش في نو اطلاقا. اوكي يعني احنا بنصلي وبنصوم وكل حاجه، بس انا ما كنتش لابسه حجاب مثلا، مهم. وما فكرتش هي البس حجاب، يعني ما كانش في الهورايزن بتاعي خالص. اي اوكي وعلى فكره مش انا بس كده، يعني اه كل زميلاتي اللي طلعوا معايا في اعدادي وفي في ثانوي بدانا نشوف كتير حجاب. بس في نفس الوقت كان الغريب ان كان في ناس كتيره او بنات كتيره لابسين حجاب، بس بنشوف تصرفات غير لائقه تماما يا yeah. انتي بالنسبه قلتي لنا. انك خرجتي من مدرسة الراهبات، الفصل بتاعك كان فصل متفوقين، انتقل معاكي من مكان لمكان، وده خلى الناس اللي بيعلموكي في المدرسة يميزوكم شوية بس بطريقة سلبية، ولانكم كمان ما كنتوش محجبات، مش كده؟ لا ما كانش في تمييز بطريقة سلبية، ولكن الوضع كان يعني they are different، دول مختلفين. انتي قلتي لي فيعني ان هما كانوا بيقولوا عليكم انكم مش محجبات، تبقوا مش كويسين. لا ده كان واحد من أساتذة واحد العرب من قال لي، الاساتذه. اوكي ده كان بيقول لي زنادقة وملحدين يعني. طيب يا امين، يبقى كان في تمييز. alright لا بس يعني دي يعني حالات فردية، ده لازم اعترف ان زمان دي كانت حالات فرديه، ايام ما انا اوكي كنت مش زمان قوي، انا مش كبيره قوي، بس كانت دي حالات فرديه يعني. لكن ان يا جنرال ما كانش في الفرق حد محجب او مش محجب، ما كانش يعني في مثلا الفرق. كان نسبة البنات المحجبات في المدرسة تقولي تلتهم مثلا ولا نصهم؟ Yes. No, maybe less. maybe No. less. أنا يعني في وقتي ما كانش في حد محجبات في المدارس يعني خالص، كناش نشوف ده. أوكي، إيه التغيير اللي حصل بقى بعد كده؟ بعد كده بقى اتخرجنا ودخلنا الجامعة، أنا بدأت نتعرف على مجتمع أكبر شوية، أيوه وبدأنا نشوف إيه اللي بيحصل فعلا في المجتمع. يعني إحنا مثلا، وزميلاتي هيقولوا الكلام ده، إحنا لما في كلية طب فروحنا، إحنا عايزين نكتشف الجامعة، فروحنا نزلنا المنطقة بتاعت بقى تجارة وهندسة والمجموعة دي، أي فتزفينا وقتها، زفينا فعلا، لان احنا كنا رايحين كلنا عاملين بقى دي الحصان وما فيش ميك اب ما فيش، فكان يعني كان شكلنا باين علينا ناس ملتزمه، بتوع طب، بتوع علم، أي ناس مش زي اي حاجه. بس وبعد كده بدات ظهرت هوجه جامده قوي، وانا بقول ويف، هي كانت ويف موجه غريبه جدا، الحجاب وضروره الحجاب ولازم الحجاب، ومن غير حجاب انتم هالكين وداخلين النار، ومعظم ستات في النار وهتتعلقي من شعرك والحاجات الغريبة دي. أي تابعت شوية الحاجات دي لحد ما وصلت القرار ان انا لا، يعني انا ما I need ان انا البس حجاب. انا بعمل كل حاجة تانية ربنا قال عليها، الفرائض اللي هو قال عليها. رحت حتى وانا صغيرة عملت عمرة، ما حجتش ولكن عملت عمرة. بنصلي بنصوم بنقرأ قرآن وبنختم القرآن، اللي الخمس حاجات، أشهد والحاجات كلها. ايه اللي على خلاكي حسب تلبسي الحجاب بقى؟ يعني ليه انتي بعد داخليا، مش المجتمع بس، هل انتي داخليا كنت شايفة ان انتي محتاجة الحجاب؟ يس لما سمعت التعليم اللي كان بيتقال، وان هو حته خوف، يعني انا هتتشالي من شعرك ده وهتتشدي من مش يعني عارف الموضوع ايه صعب قوي، ولا الموضوع يعدي كده بقى كمان، الموضوع يعدي تأثيره عليا انا بس، ولكن كان تأثيره على الآخرين، ده انا كمان بشيل ذنب اللي بيشوفني وانا بشعر. طب انا مالي؟ طب يا وكمان فدي باباكي شايل ذنبك، فيعني طبعا ده بصي. يا يا لا يا وكنت وقتها اتخطبت كمان، فالموضوع كان داخل فيه حاجات كتيرة قوي. يا وانا لما خدت قرار الحجاب، احنا ما كانش عندنا شربات في بيتنا، فخدت سكارف من بتوع ماما اللي هي دايما بتستخدمه ازا ديكور مع الطقم يعني، شال كده ولا حاجة. يا ولبسته، هو مش ما ينفعش حجاب بس لبسته ونزلت بيه الجامعة على اساس ان هو ده
يعني أمر واقع، بحط نفسي وبحط everyone around me أمر واقع. يا وده كان وقعه ايه على عيلتك؟ ما كانوش مبسوطين قوي، ما كانوش مبسوطين لأنهم حسوا إن أنا اتسرعت أو إن أنا اتعمل لي غسيل مخ بال whatever I was seeing يعني. وفي نفس الوقت في الوقت ده كان المجتمع الموجة بتاعت الحجاب والإسلاميين اللي طلعوا وكده، كان الناس العادية المسلمين العاديين ما كانوش موافقين عليها، لكن النهاردة الشكل اتغير جدا. فيعني شوفوا، فحتى في وسط الاختبار دي شهادات للتاريخ في التغيير في الشكل الإسلامي. قوليلي يعني المرحلة بقى بتاعت الأسئلة اللي كانت عندك، اللي أنا بسميها البحث عن الله الحقيقي بقى. أوكي؟ الأسئلة، الحاجات اللي واجهتك، الصعوبات اللي أنت كنت شايفاها في الإسلام، المرحلة دي ابتدت إزاي؟ أوكي، هو في الأول خالص مع وقت الحجاب كمان، برغم إن أنا لبست الحجاب والدنيا تمام ومفروض إن أنا ماشية صح، بس كان في إكستريم بقى كمان، إن مش موضوع بس إنك بتغطي شعرك أي whatever no، ده حتى عملوا كمام مش عارفة إيه وصوابعك ما تبانش ومش عارفة، يعني بقى الموضوع so much over لدرجة خلتني أقول لا I am not like that. أوكي أنا لبست الحجاب بس الدنيا مش اكستريم كده. أنا مش زيكم، عايز تقولي لا نو أنتوا اللي نو مش فاهمين. بصي ما يفتي عليه قلبي، يعني انا شايفه ان انا كده تمام، يعني يا بس مش أنت شايفه كده ان انا بتقولي لهم أنتوا اللي مش فاهمين الإسلام صح، مش كده؟ as too much. يا yes it was too much for me، يا يعني انا ربي في نظري ما كانش بالطريقه دي، وخصوصا بالظبط. بقى أوكي ده انت ازاي بتلبسي حجاب وبتحطي مكياج، وانا اصلا ما كنتش بحط مكياج، يعني اخري يا كحل وروز يعني، ازاي بتحطي مكياج، ازاي مش عارفه في شعرايه واقعه، ازاي بتلبسي بنطلون، يعني حاجات اكستريم قوي، مش طبعا دلوقتي مش موجوده ولكن زمان كانت موجوده. لا مين، لا لا لسه مش يعني ايه مش دي موجودة، لا موجودة طبعا، لا موجودة يعني اكتر، دلوقتي عادي يلبسوا الحجاب بس لابسين عليه البناطيل الاستريتش بس واتيفر، برضو محدش بيتكلم، المهم الاسلام بيقول ان ده غلط وحرام، وشدي الشعرة وطلعي كل يعني الكلام ده كله. خلينا نحط صورتك على الشاشة دلوقتي وانتي محجبة، وده الكل اللي بيقولوا انها ما كانتش مسلمة، اهي يس مسلمة ومحجبة، بس برضو في شعرايتين طالعين يا ما هي دي كانت أستاذة أزمة على نعمات. فكرة. دكتورة صدقيني نعمات، كانت سوري. أزمة، وكان يا كل حد يقعد يقول لي أنت مش عارفة الدقيق، يا سيدي يعني هو ربنا واقف قاعد لي على الشعرتين دول، لا هو هو قاعد طبعا. ربنا عمال يبص للمونوكين اللي في إيدي، يعني مش كده، يعني ربنا مش شايف كده، أو ربنا مش فاضي علشان يقعد يبص للحاجات الصغننة دي. وخصوصا ان ربنا جميل وخلق كل حاجه في الوان وروائح، يعني لما تيجي تبص للفراشات للورد، ربنا عمل عظيم عظيم فده يعني. الفكر اللي كان جواكي، انت شايفه ان ربنا عامل حاجات حلوه خالص نستمتع بيها، ليه انتوا مضايقينها كده؟ ايه تاني من الحاجات اللي خلتك يعني تفكري بقى في موضوعيه الاسلام من عدم موضوعيته؟ لا بقى الموضوع ما كانش كده، الدنيا استمرت كده، اسلام جميل بس انا بعمل كل الفرائض وطقوس العبادات، او بعمل صوم وصلاه وكل حاجه ربنا امرنا بيها، بس في نفس الوقت كل حاجه بتتدمر، او بيجي لنا ابتلاءات جامده، او ابتلاءات تكسر الظهر يعني. يعني احنا ماشيين بما يرضي الله، بنعمل كل حاجه، زكاه وصوم وصدقه وكل حاجه ممكن تتخيلها، كل حاجه موجوده في الاسلام بنعملها وماشيين عليها، بس في نفس الوقت ابتلاءات شديده جدا. مثلا بابايا تعب جامد جدا، وقعد 3 سنين في عذاب، فعلا عذاب لحد ما توفى، وبعد كده جه موت مفاجئ لاخويا، فده كان كذا حاجه، وجدي وجدتي، فكذا حاجه خلتني اقول اوكي، يعني هو ليه ربنا بيعمل كده؟ ما سالتش هو ربنا ولا لا، انا عارفه ان هو ربنا ولكن معترضه على الافعال اللي بيعملها. ما لما الناس اللي بتمشي زي ما بتقول لها بتعمل معاهم كده، اذا حتى عبدا ابتلاء، امال ليه الناس التانية اللي ماشيين غلط او ما بيعملوش الاوامر بتاعتك، ليه الدنيا ماشيه معاهم زي الفل؟ يعني ليه؟ طب ما انا يعني ايه اللي يخليني اعمل كده يعني؟
فدي كانت، وكان موت اخويا ده كان القشه التي قسمت ظهر البعير. لازم اقول أكيد. ان انا فعلا زعلت من ربنا قوي، أمم وبقيت بقول له ازاي تعمل كده، أمم لان التاثير ما كانش بس عليا، التاثير انا شفت التاثير على ماما، انا شفت التاثير على كان مراته حامل ولسه بنته ما جاتش، هو كان لسه متخرج من طب اسنان ولسه ما بداش حياته ده يعني. فكان بالنسبة لي وكان لسه يعني متجوز بقاله كام شهر، فكان الموضوع مؤلم جدا بالنسبة لي، أو حسيته رب قاسي جدا أيوه إن هو يضرب في حتة زي دي يعني. يعني يعني وقتها عقلي بيقول لي أوكي بابا كان تعبان ومات صغير، بس على الأقل كبير وكان عنده أمراض وكان عنده وكان عنده وكان أيوه عنده، لقيت لنفسي excuses. يا بس لأخويا ما لقيتش excuses يا خالص، زعلت طب منه أكتر. ده خلاكي تعملي ايه بقى؟ ايه اللي عمله ده جواكي انت في قلبك وفكرك ونظرتك لله، والخطوة اللي بعد كده كانت ايه؟ هي في جزء بقى يعني ايه، طب ما هو مع اني بعمل كل حاجه برضو بصلي وبصوم وكده، بس لا اامن مكر الله، انا لا اامن ان هو في يوم هيعمل اي حاجه، والله خير الماكرين، ما هو مع يعني I can't، ما ما هو هو المشكلة بيقول انه واحنا مسلمين بنعيش مع الصراعين. انا مش مصدقة اللي انت بتقوله اصلا، yes لانه وانا بيقولوا ايه، الكلام مش معقول لذهني ولا قلبي. علشان كده انا سميت الحلقة امرأة مسلمة اختارت العقل، لانك في كل المراحل كنت بتفكري، ومش yes بس كنت بتفكري، انت كنت بتفكري وبتاخدي بتعملي حاجة، بتقولي لا انا مش هعمل اللي انتوا بتقولوه، لا مش هعمل، مش هفكر بالطريقه دي. yes اله الشر لم يستطيع انه يغير فكرك ولا قلبك، لكن اله النور جذبك لانك تشوفي الطريق اللي هو فاتحه لك. yes بس ان انا ابدا اعمل اكشن ده ما حصلش غير بعد ما سافرت، بعد ما جيت، بعد ما خرجت من مصر، وبدات اكتر ابص لكل حاجه من بره قوي، اشوف كل حاجه بعين مختلفه خالص. فبدات اول حاجه افكر فيها كان الحجاب، وكان من الحاجات الجميله جدا ان انا ان ربنا بقى بيفكرني بمواقف كتيره جدا حصلت وقت الحجاب، اللي انا اخترته بمزاجي يعني. انا لما اخترته كان من غير ضغط من اي حد، بالعكس ده كان اللي حواليا معترضين شويه ان انا البس الحجاب لان انا في نظرهم لسه صغيره، لكن في نفس الوقت لا يعني انا اخدت القرار بمزاجي، وبرده لما قررت ان انا اخلع الحجاب خلعته بكامل ارادتي وبمزاجي، بعد بحث قعدت ادور كويس جدا لحد ما عرفت ان هو اوريدي مش في القران واي دونت نيد ات، او مش هو ده رمز العفه او رمز الطهاره، او هو ده اللي بيقولي يعني ان انا كويسه اصلا. فكرة انه مش في القرآن دي يعني فيها نقاش، لكن النقطة المهمة في اللي انت بتقوليه انه انت فهمتي انه ده مش مصدر العفة، No, absolutely not. No. فلا يغير شيء، لانه اخلاقك هي اخلاقك وقلبك وقلبك. No. في ناس كتيرة بتلبس حجاب، وكان في ناس يعني أنا فاكرة كان اختلاف مع واحدة من المدرسات اللي كانت بتدي لبنتي في المدرسة، كانت لابسة نقاب. فأنا رحت اعترضت، طب أنت دلوقتي في وسط أطفال في الفصل ليه قاعدة بالنقاب؟ يعني الأطفال إزاي يشوفوا الإكسبريشن بتاع وشك؟ أنا إزاي أعرف إذا كان حضرتك، أنا بتكلم عن النقاب كمان مش الحجاب، بس إزاي أعرف إن دي حضرتك؟ يعني كم من جرائم ارتكبت تحت ساتر النقاب لا تعد ولا تحصى. انت يعني البس بتتكلمي النقاب بره على ماشي. مدرسة إسلامية في الغرب، انت دخلتي بنتك مدرسة إسلامية؟ نو ده كان في مصر، ده ده كان كان في في مصر. مصر قبل ما اوكي اجي، يا ده كان في مصر قبل ما اجي، بس كان فعلا كم جرائم ارتكبت طبعا. تحت ساتر النقاب غير طبيعي. طب هو وشك هيعمل ايه ان انت تعرفي الشخص اللي قدامك؟ ربنا لما خلقنا خلق لنا وش باكسبريشنز في الوش، تعرفي اللي قدامك بيضحك مبسوط بيعمل، يعني ده نوع من انواع الانتراكشن التواصل الطبيعي بين البشر يعني. فلما جيت هنا كانت الصدمات ان انا لما دخلت ولادي المدارس الاسلاميه علشان يتعلموا عربي، فكان التشالنج وكانت اخر مره التحدي انا جربت ثلاث
مدارس، 3 مدارس مختلفة، كل مرة كان بيبقى فيه تشالنج، يا إما في اختلاف فكر، أنا مش حابة إن هم يعلموا ولادي الفكر ده. في نفس الوقت كان فيه نوع من أنواع اللي هو التعنت، اللي هو حضرتك هتحفظ عشان تحفظ وبس، وأنا أجنس ده، أنا ضد الموضوع ده خالص. أنا لازم أفهم ولازم الطفل يفهم. يعني الحفظ سهل قوي إنه يتمسح، ولكن لما بتفهمي حاجة خلاص الموضوع خلص. اللي بيحفظ بيقول زي الببغان، غير ربنا حط جوانا موازين ذهب جوا عقلنا عشان نستخدمها، مش عشان نركنها ونشغل ميموري. وكانت القشة بقى التي قسمت ظهر البعير، وقررت ان انا مش هودي ولادي مدارس تاني لما صمموا ان بنتي وهي مش عارفة عندها 8 سنين او 9 سنين لازم تلبس حجاب وهي رايحة المدرسة. وقتها انا كنت قلعت الحجاب خلاص، فقلت نو سوري، يعني جثتي مش هيحصل. ده مش هيحصل، دي مجرد طفلة. يعني ايه طفلة؟ طفلة يعني I can see. هقول لحضرتك على حاجة، لما تشوفي دلوقتي هتلاقي كم، لما تلاقي طفلة محجبة وتشوفي ازاي نظرتها، بس للأسف احنا مقمضين عينينا. لما تشوفي نظرتها لبقية البنات اللي بيلعبوا حواليها، she's just a child. طفلة من حقها تلعب، ومن حقها تفرح، ومن حقها تتنطط، ومن حقها دي طبيعة، أنا بتدخل في طبيعة. فدي كانت القرار اللي أنا قلت لا سوري I'm not doing that anymore. وهيتعلموا عربي، هيتعلموا عربي مفيش مشكلة، أنا في البيت بنصلي بنصوم، في رمضان كنا بنعمل تجمعات، بنقضي الأعياد مع بعض. يعني كنت لسه بتمارسي الطقوس الدينية زي ما هي، بس قلعتي الحجاب. مرة من المرات روحنا في صلاة العيد في الجامع، وكان موضوع مزعج جدا، وبنتي خرجت معيطة لأن الجامع كان زحمة قوي، وحد ست طبعا في وسط الستات، بس الست سجدت على راس على ظهرها، وهي سجدة من كتر الزحمة فسجدت على ظهرها. It was so annoying that she was at. لا بالعربي البنت اتضايقت، يعني البنت اتضايقت جدا وانزعجت جدا، وأنا انزعجت لانزعجها. وكان فعلا يعني أنا بصلي مش ما ينفع، يعني في حاجات it's against ال الطبيعه بتاعتنا. أيوة. ما نقدرش التعاملات طبيعة. الانسانيه المقبوله. يعني مش حد يعني ايه تسجدي على ظهري، دي حاجه صعبه قوي. وبعدين يعني ان انا واقفه في الجامع تصممي تلزقي رجلك في رجلي علشان خاطر الشيطان ما يخشش، ايه الكلام الفارغ ده؟ يعني انا بالنسبه لي ده كانت حاجات ربنا مش قاصر كده. الرب قدير قوي كبير ان هو يقعد يبص للحاجات. بعد كده بحثي عن الحجاب ومشاهدة اللي بيحصل في المجتمع، كان النقطة اللي بعد كده على طول اللي أنا دورت عليها كان رمضان. وأعتقد أن في ناس كتيرة كانت عارفاني في الوقت ده، لو بتشوفني هتفتكر الكلام ده. رمضان كان بالنسبة لي علامة استفهام كبيرة قوي، أنا كنت بحب رمضان قوي وبستناه من السنة للسنة. وخصوصا 10 الأواخر وليلة القدر والليلة الأحادية، ونستنى الليلة الأحادية، ولازم العشر أيام دول لوحدهم بيتقدم ختم القرآن لوحدها. والليالي الأحادية دي بقى إيه، في إعلان حالة طوارئ. فكان مثلا بتيجي حاجات، الموضوع ابتدى زي القرآن بيقول أياما معدودات، وهو شهر 30 يوم. دي كانت بالنسبة لي، طب إزاي القرآن يقول وعلى الذين يطيقونه فدية إطعام مسكين، يعني اللي معاه فلوس مش لازم يصوم؟ ما هي الآية كده بتفسيرها كلها، يعني لما تجيبي كل التفسير الإسلامية هتلاقي معنى الآية كده. لما تيجي بعد كده مثلا، طيب دلوقتي ربنا هو اللي قال لنا نصوم، طب هو عارف وقال من وقت الفجر لوقت المغرب، طب ربنا عارف إن في بلاد الشمس عندهم بتطلع مش عارفة 4 ساعات بس في اليوم، أو في بلاد بتقعد نص سنة 6 شهور نهار وست شهور، في اختلافات كتيرة جدا. فالمهم لما بتيجي تسألي الحاجات دي يقولك لا احنا نسأل دار الإفتاء، وصوم لأقرب بلد إسلامي، لا صوم مع مصر، لا صوم مع مكة. يعني انت منطقية هذه الأمور بالنسبة لك ما كان لهاش معنى، يعني فجأة ابتدت الحاجات دي يعني تظهر أمامك واحدة واحدة. هي تساؤلات موجودة طبعا. وخليني أقول حاجة على نقطة التساؤلات، لأنه كتير ناس ما بتفهمش كده، زي ما أنا قلت كده أنت فجأة فهمتي ده،
لا الحقيقة إن إحنا بيبقى عندنا تساؤلات. يعني أنا سألت الأسئلة دي وأنا صغيرة جدا، يعني ليه رمضان بيجي في أوقات مختلفة؟ ف يس you know، بالظبط لكن بالظبط. هو كده، إحنا يتقالين هو كده، لكن هقول لحضرتك على حاجه، دي كانت من الحاجات العلامات الاستفهام كبيره قوي لحد ما فهمت شهر النسيء، وكان أي جايبه تساؤل تاني، هو ازاي مولد النبي بيتغير كل سنه؟ الواحد لما بيتولد، عيد ميلادي، هو عيد ميلادي نفس اليوم، فليه عيد الميلاد بس بتاع هو مولد النبي يتغير، لكن الأرض ثابتة، الأرض ما بتلفش. بصي يا دكتورة بس نعمات، هقول لك على حاجه، نقطتي في الحتة دي حاجة، إنه أيوة بيكون المسلم والمسلمة عندهم تساؤلات، لكن عندما نقبل الأمور كده على علتها ونقول طب خلاص هو ربنا قال كده خلاص. هو الكتاب كده المقدس بيتكلم بطريقة تانية خالص عن شخص الله، بيقول لك اتكلم معايا، بيقول لك هلما نتحاجج، بيقول لك أنا عايز أعرف اللي في قلبك. بس عارفه شخص الله اكتر مختلف. اتفضل. لا اكتر حاجه كانت بجد مأثره فيا قوي بجد، وانا عارفه ان ممكن ناس هتضحك عليا في الموضوع ده، كانت ليله القدر. ليله القدر المفروض ان احنا بنلتمسها في العشر الاواخر في الايام أي الاحاديه. طيب اوكي، لما واحده سوري بتجي لها البيريود ومش عارفه تصوم ولا تصلي ولا تقرا قران، أي فانا كنت بشوف ربنا غير عادل ان هو يعمل ليه واحده تماس، تخيلي انت طول الشهر بتعملي كل حاجه وتيجي علشان خاطر بيريود اللي هي الدوره الشهريه، الرب اوريدي حطها جواكي وهي مصدر واساس الحياه وسبب الوجود لكل حاجه لكل البشر، وهي سبب ان انت تفقدي عظمه ليله القدر مثلا. او مثلا حد، ودي ناس كانوا عارفينها، ان انا جيت في الثلاث اربع سنين اللي انا كنت ببحث فيهم، بس انا كنت وقت حتى ما انا عندي، وانا عارفه ان ممكن هيمسكوا عليا الكلام ده، ذاتس اوكي. انا يعني متاكده ان في هيعملوا ستات ايه يعني؟ كتير، نو في ستات كتير انا متاكده، يعني اوكي لو انت تعبانه اوكي انت ممكن ما تصوميش، لكن لو انت مش تعبانه ليه انا كده كده يقول لي انت ناقصه عقل ودين لمجرد ناقصه دين علشان انا مش بعمل صوم فرائض؟ طب اوكي انا قادره وانا هصوم، وكنت بصوم ساعات وانا عندي البيريود. طيب يعني انت قررتي انك تعملي كده، ومع ان ده مخالف للشرع الاسلامي 100%. يس اوكي، عشان انا كنت بدور، انا بحب ربنا، ما بقيتيش انا مسلمة بقى، انت كده نو ماشية بمزاجك. نو مسلمة، بس انا ربنا انا مش عايزة اعمل حاجة ناقصة. اوكي مصرة. انا مش عارف، حتى لما كانوا بيقولوا ما ينفعش تمسكي المصحف وانت يا عندك البريد، اوكي طب هشغل الاذاعة بتاعت القرآن الكريم او هشغل يا القرآن وهسمعه، يا وكان ايه بقى يقول لك ممكن بقلم تقلبي الصفحه التمستي القران مش تقريه، اي فممكن تعملي الصفحه بالقلم كده لكن ستيل تقري. فدي كانت انت من تقعدي التساؤلات. ساعة على بال ما تلاقي الصفحة عشان تحركيها ده شغلانة. يس فده كان من الحاجات اللي لما بدات ادور فيها والاقي التناقض الفظيع بين الكلام اللي بيحصل في الحقيقه والكلام، خلاني ادور اكتر وخلاني افهم بقى شهر النسيء وافهم الحاجات دي اكتر. فدي كانت البدايه. اوكي يعني شكرا على انك شاركتي الجزء ده، علشان نقول للمشاهدين انه لازم تسألوا، لازم تفكروا، كل شيء ليه إجابة. انا مش بتكلم يعني منين نتكلم في فهم شخص الله لما نقعد العمر كله مش هنفهمه بالكامل، ولكن في فرق بين انك تكون بتتكلم مع إله يعطيك نور على الأمور، يجيبك في كل ما تسأل، وإله يقول لك حنبلي. إله حنبلي، مش عايزك تسأل ومش عايزك تتطور، أو لأنه لكن جاهل ولا تناقش يا أخي. أنا واللي ما عندوش إجابة دائما ما عندوش حاجة يقولها، يس بيخبي حاجة. لا لا لا، في إجابة عظيمة جدا، الحمد لله على نعمة الإسلام. احنا لازم نقول الإجابة دي في كل مكان، يعني تسأليهم إيه هي ما حدش عارف، بس لا خلينا احنا اتعلمنا واحنا بنتربى، اتعلمنا جمل كبيرة نقولها تقفل اللي قدامنا واحنا مش عارفين الجملة دي مصدرها ايه اصلا، ولا معناها ايه ولا ولا معنى. فاهمين معناها اوكي ايه. يا ده فتح مجال لحاجات تانية بقى زي التناقض، لو الدين لكل، لو القرآن لكل زمان ومكان،
فإزاي القرآن يبقى فيه حقائق علمية، ودي لها علاقة بعنوان الحلقة بتاعت النهاردة، الحقائق العلمية اللي موجودة سواء في علم الفلك، سواء في علم التاريخ والأماكن، سواء في علم الأجنة، سواء في حتى المواريث. حتى المواريث في جزء من المواريث لما جيت أعمله أحسبه مش هيطلع واحد كامل. يعني تيجي تقسمي الميراث، ولو حد عايز تفاصيل أكتر ممكن يدور، راجعوا الكلام اللي أنا بقوله. وضع المرأة في الإسلام، وإزاي إنها في الجنة مجرد استخدام للرجل، وما تتا يعني حاجات كتيرة. أنت بتتكلمي على القرآن بس، لأنك قلتي لي إنه في وقت من الأوقات أنت قررتي تبقي قرآني عشان زهقتي من كل التفاصيل فقلت قرآنية. الأحاديث فيها حاجات مشينة. ناهيكي عن ده، لكن كلامك عن القرآن الحقيقة كطبيبة، كعالمة، كست مفكرة مهم. فتفتكري إنه القرآن بالنسبة لك كان هو الحد الفاصل؟ القرآن كان هو المرجع اللي أنا بقارن بيه. الحد الفاصل في اختيارك، في التغيير. بالظبط. فبدأت أقرأ القرآن كقراية بفهم، مش قراية لمجرد إن أنا أختم وأعد حروف وأعد كلمات وأعمل ختمات. أمين. فبقيت كل آية بفهم معناها إيه، وبحاول أجيب أصلها إيه، وسبب نزولها إيه، وليه اتعمل كده. يعني أنا بدأت أدور. النهاردة اللي بيبحثوا عن المسيح لما بيجوا يتصلوا بيا ساعات أو يكتبوا لي يقولي طب إحنا نقرأ الكتاب إزاي وكده، وتحسي أو يقولك أنا مش فاهم أنا بقرأ إيه، وتحسي إن هو عايز يقرأ القرآن زي اللي كان بيحط صباعه ويمشي على الكتاب المقدس، يحط صباعه ويمشي على الحروف بتاعة القرآن كده ويعتبر نفسه قراها، ولا يفهم إن كلمة الله لها عمل في حياة الإنسان. ولكن إحنا بنتكلم عن كلمة الله، علشان كده الشيطان غطى القرآن وخلاه للترتيل. تحفظه الصدور ومش تفهموا العقول. اوكي، من الناحيه العلميه انت وجدتي ان القران غير صالح؟ غير صالح من الناحيه العلميه والزمنيه والمكانيه والتاريخيه. أوكي. غير صالح. طيب ايه بدايات جزء ثانيه واحده في جزء مهم جدا جدا وهو إن اللي انا دايما كنت بدور عليه في كل ايه، ان انا عايزه اللي كاتب القرآن أو إله القرآن أو إلهي يقول لي أوصله إزاي من خلال القرآن. وده مش موجود. يعني أنا بدور عليه ومش لقياه. طب أنا إزاي أبدأ أعمل كونكشن معاه؟ ما هي مش معقول إن أنا مجرد صلوات، مجرد صيام. دي حاجات كلها جسدية، الجسد اللي بيتحكم فيها. طب أنا روحي إزاي أبدأ أعرف الإله اللي أنا بعبده؟ وللأسف دي نقطة جامدة جدا لما أجي أتكلم مع أي حد، فبقول لهم أنتوا ليه ما بتسألوش الإله؟ اسألوه. أساسا فكرة أن يقول لهم اسألوا الإله بيعتبروكي خلاص أنت كده خرجتي برا الحدود. لأن يعني إيه المفهوم غير مفهوم عنده. طب اوكي، طب انت بتصوم لمين؟ طب انت بتذكر لمين؟ انت بتطلب من مين؟ يعني ما هو في حد انت بتصلي له. يعني you are interacting with someone. بس ما اتعلمناش. يعني اما كنا اتكلم مع جدتي كانت بتكلمني عن الاسلام والله كتير، فتقول لي في فرق بين الدعاء والصلاه، لان هو ده صحيح في الاسلام، تدعي حاجه وتصلي حاجه. فالفكرة إنه حتى الدعاء له حدوده وله طريقته وليه حاجات محفوظة، ويقولك أفضل دعاء دعاء الرسول. فالحقيقة ما تعلمناش إننا نسأل الله، نتكلم مع الله بحرية. أنا لقيت كتاب امبارح، صدقيني أنا الكتاب ده بقالي ما بصيتش فيه بقالي يمكن 15 سنة. بس لقيت دعاء الفرج ودعاء تيسير الأمور ودعاء الاستغفار ودعاء يعني يا الله. المحفوظ بيخلي العقل ما يفكرش. خلينا نروح بقى لإمتي دلوقتي الإسلام اتكسر بالنسبة لك. قلتيلي إنك ابتديتي تتفرجي على عدة برامج محدودة. قلتي واحد منهم كان صندوق الإسلام.
الصندوق الإسلامي أستاذ حامد عبد الصمد. ده كان الحلقات جات قدامي وبدأت في الأول أستنكر الكلام اللي بيقوله لحد ما بدأت أخد كل المراجع أو كل الحاجات اللي هو بيقولها وأبدأ أنا أدور عليه. فعلشان كده يعني البحث مهم جدا، ما ينفعش جاست تاخد المعلومة وخلاص. فأنا كنت باخد كل المعلومات وأبدأ أدور، ولما ببدأ أدور حاجات تانية بتتفتح قدامي، مصادر تانية بتتفتح، كتب أكتر بتتفتح. فبدأت زي ما نقول كاتيجوريز كده. يعني مثلا أجي أفكر أدرس عن رمضان، فأجيب كل حاجات عن رمضان وأجيب كل حاجة، فأوصل لكونكلوجن في الآخر عن رمضان. أجي مثلا للصلاة أوصل لكونكلوجن عن الصلاة. أجي كويس مثلا أنا هقطعك علشان خاطر لسه في جزء كبير ما اتكلمناش فيه. بحثك في حتة الإسلاميات بطريقة علمية ده شيء رائع جدا. سؤال، هل عمرك فكرتي أنه ممكن تبحثي في المسيحية قبل ما حد يكلمك خالص عمرك؟ نيفر، لأن أنا ما كانش عندي معلومات كفاية. زي ما قلت أنا كنت في مدرسة راهبات، جارتنا كانت شقة هي مسيحية والصومان كانت موجودة، بس ما حدش أبدا فهمني. أنا كل اللي كنت فهماه أن الإله بتاعهم بيأكل ويشرب وينام وواتيفر، يعني الفكرة العامة اللي هي حطت الحيطة بينك وبين المسيحية. بعد كده دخلتي في مرحلة تانية لأنه كان جواكي فراغ بقى، فكنتي بتدوري على حاجة تملى الفراغ، حاجة تعضدك، حاجة تعملك سبورت. احكي لنا سريعا عن المرحله دي، لانه قدامنا تقريبا ربع ساعه يعني تقريبا. الانسان بطبيعته هو لازم يبقى كونكتد بحاجه، ده هو اتخلق بالطريقه دي. حتى الناس اللي بتقول الملحدين او واتيفر هم برضو لهم معبود بيعبدوه حتى دول. يس بدأت أدور بقى عن الله. أنا عارفة أن الله ست الإسلام ست الديانات كلها. يعني وصلت المرحلة أن ما فيش connection، ما فيش حد يبقى واسطة بيني وبين ربنا. I have this connection بيني وبينه، فما فيش داعي حد يجي يقول لي أعمل ولا تعمل. already أنا متأكدة أن التربية بتاعتي ربنا لما خلقني حطه جوايا، بحب أقولها الجين الإلهي اللي هو هيقول لي ما سرقش وما كذبش وما خنش ما غشش، الحاجات كلها اللي هي السمات الإنسانية الأصلية. يا بس هذا الجين الإلهي اللي بتتكلمي عنه ده برضو يخزلك إن لم يكن الله ونعمة المسيح فيك، لأنه كل فممكن تغشي وتكذبي وتعملي كل الكلام ده من غير الله. لكن النقطة اللي نفسي تركزي عليها إنه الفراغ اللي أنت حسيتيه، انت حسيتي ان انت شخص كويس دلوقتي، انا مش محتاجه هذا الاله، لكن ابتديتي تدوري على معلش دقيقه واحده خليني اكمل الفكره وانت قوليها. بعد كده ابتديتي تدوري على حاجات اكسترا بقى، بتشوفي الحاجات اللي تساعدك تبقي شخصيه اقوى، و حاجات روحيه مختلفه مثلا زي فانك شوا اور واتيفر، الحاجات دي الاسترونومي اللي بيقولوا عليه الاسترونومي اللي هو علم النجوم والحاجات دي. ايه اللي جذبك لده؟ انا بس عايزه احط هايلايت على حته ان نو ربنا موجود بالنسبه لي. I never been not connected with. لا مفهومه، ما انا فاهمه ده انهي رب فيهم، بس انا عارفه ان الرب بتاع الاسلام مش هو الرب اللي انا I'm seeking. فيس كنت بدور على كل اليونيفرسال لوز، بدأت أدرس فيها كل علوم الطاقة والريكي والإنيجرام والأسترونومي وكل بقى الوسائل اللي تقدري إما تعرفي بيها الغيب، أو إنك تقدري تعرفي أنت رايحة فين، أو المديتيشن بكل أنواعها، وإزاي إن أنت to get connected to your inner self وتعرفي نفسك أو to get connected with the environment. بدأت كمان في جزء كمان مثلا هنا الـ indigenous people بيقولوا إن الطبيعة مصدر كل شيء، فبدأت أدور في النقطة دي. فأنا بدأت أدور في كل حاجة بحثا عن طريقة توصلني لربنا، طريقة قانونية توصلني لربنا. طيب بعد بحثك ده كله، هل وجدت تغيير في حياتك؟ في حاجة مالتك من جوه؟ No, it was always empty. ومش بس كده، ده يعني حسيتي انك فاضيه. احنا بنتكلم عربي شويه. انا اسف.
لا طول الوقت كان بيبقى فيه فراغ، والفراغ ده اللي مش في المسيح يسوع مش هيعرف يحس أو يملأ النقطة دي للأسف. يعني ولا منصب ولا صلاة ولا صوم ولا فلوس ولا زوجة ولا أي حاجة ممكن تتخيلها ممكن تملأ جزء جوه روحك. It has to be connected بالخالق. أمين. قوليلي إزاي ابتدت بقى الحكاية دي معاكي، إنك اتقابلتي مع الرب يسوع إزاي؟ يس، خلال ال5 سنين اللي أنا كنت بدور فيها دي حياتي كلها تقريباً اتدمرت، اتقلبت رأساً على عقب يعني، وكل ما ألاقي بارقة أمل الدنيا بتبوظ أكتر. لحد ما في يوم من الأيام كنت أنا في شغلي بشتغل، حد جاي يساعدني في البروجكت اللي أنا كنت بعمله، وفي الوقت ده كنت أنا اقتنعت إن خلاص زي ما قلت لحضرتك أنا عندي بيزكس ماشي عليها ومستريحة عندك عليها. قواعد إنسانية ماشية عليها. أوكي. يس. بدأ يقول لي طب أنا ملاحظ إن أنت كل ما بتعملي شغل بتقولي بسم الله، فقلت له آه. بدأنا نتكلم شوية إيه الدين، فقلت له لا أنا ماليش دعوة بالأديان ولا بالقصة دي خالص، فأنا حابة إن أنا وربنا كده ومفيش واسطة بينا. فبدأنا واحدة في واحدة نتكلم، يمكن ده كان أول يوم. تاني يوم أما يالي طب إيه رأيك لو صلينا باسم الله الأعظم، فوقت ما قال لي كده قلت له يعني أوكي هنصلي بقى الحي القيوم والقصص دي فما قال لي لا ده مش الاسم الله الأعظم، واسم الله الأعظم هو يشوع أو يسوع. فقلت له ده إله المسيحيين. فقام قايل لي يسوع يعني الله يخلص. هنصلي؟ تحبي نصلي؟ أنا بكامل إرادتي قلت له آه هنصلي. ووقتها زي ما قلت لك يعني عارفة مضروبة على عينها مقلوعة مقلوعة. I already tried everything. طب أنت تعرفي إيه عن يسوع؟ قلت له ما أعرفش. طب تعرفي الصليب؟ قلت له ما أعرفش. أنا فعلا ما كنتش دورت خالص في النقطة دي. ولا صليب ولا تجسد ولا فهم أي حاجة في النقطة دي خالص. بس فصلى، بدأ يصلي معايا، والصلاة يمكن خدت يمكن دقيقة أو حاجة بسيطة قوي، بس وقتها الرب لمسني لمسة جامدة، روحية جامدة جدا، وحسيت عارفة الشرارة اللي وصلت أو البيس بتاعت البازل لما تجري للمكان بتاعها، أو عارفة لما تبقى البازل كلها اللوحة كلها يعني كاملة وجاست بيس ميسينج وتجري على الحتة الناقصة. حسيتي بسلام، حسيتي بشبع راحة، حسيت بأحاسيس أنا كنت برا الزمان والمكان. يعني أنا لثواني كنت برا الزمان والمكان، أنا روحي طارت برغم إن أنا عكس طبيعتي. أنا مش فاهمة أنا الإحساس بوجود الله في اللحظة دي كان حقيقي بالنسبة لك؟ بعد كده ابتديتي تبحثي بقى أنت بالصورة شخصية، تقابلك مع الكتاب المقدس بقى كان شكله إيه؟ بصي هو كان حقيقي بس في نفس الوقت كان مرعب بالنسبة لي. مرعب من ناحية الحلوة. It's a feeling أو إحساس أنا ما حسيتوش، ما اختبرتش الإحساس ده. بس وبدأت بقى بعد كده إداني كتاب مقدس وقلت له أنا مش فاهمة، بس أنا was mentally أو عقليا ما كنتش مستعدية أسمع حاجة. يعني أنا بعد الصلاة دي أوكي أمين، زي ما نقول روحي سكنت وروحت البيت. إداني كتاب مقدس وقتها، كتاب صغير، وأمايلي بدأ أقري. فعلا بدأت أفتح في العربية وأقرأ، ما قدرتش أقرأ أي حاجة، أكني مش شايفة ومش عارفة حتى أقرأ الكلام جنب بعضه، فقفلته وروحت بقى. وبدأ معاملات ربنا معايا واختبارات ربنا معايا، وبدأ يكشف لي عن ذاته، وبدأ يقول لي إيه اللي بيحصل، وبدأ يفهمني. وليه إزاي المرحلة دي مهمة وإحنا قدامنا بس دقايق قليلة؟ ليه يعني إيه بقى عندك معاملات مع الله؟ هل شفتي رؤى؟ هل اتكلم معاكي بصورة معينة؟ ازاي عرفتي انه المسيح اللي بيتكلم؟ في الاول خالص بعد الصلاة ليلتها على طول لما روحت جه كذا حلم. في الاحلام دي كلها كان بيبقى فيه زي عملية تنظيف، سواد بيتشال كتير قوي وابيض مكانه بيتحط. إذ فجأة انا وشي بدأ يتغير، انا وشي بدأ يضحك من جوه، حاسه ان انا بيس، في حاجه متغيره انا مش عارفاها هي. وظروفك لم تتغير؟ لا كل حاجه زي ما هي. مفيش اي حاجه، الظروف مش هتتغير بين يوم وليله. بس بعد كده واحده في واحده بقى بدات افهم بقى.
فبدأت أفهم يعني إيه صليب، يعني إيه الرب يتجسد، يعني إيه مات عشاننا، يعني إيه تاني، يعني إيه كل القصة دي. فهمت الأول مرة قصة الخلق إنها ما طلعتش تفاحة، ايوه ما طلعتش تفاحة. يا يعني ما حدش اصلا قال لنا قصه الخلق دي، ده تاليفه يعني. بس anyway نشكر ربنا. قولي لي، قرايتك في الكتاب المقدس كانت ممتعه بالنسبه لك؟ بدأت بقى بعد شوية، لأن أنا كنت بتعلم عن الصليب أو على أساس العمل، يا بدأت أفهم يعني إيه إيمان، ويعني إيه إن أنا أصدق، يعني إيه كلمة ربنا حية وفعالة، ما هي كلمة مكتوبة زي أي كلمة يعني. فربنا بدأ يتعامل معايا في النقطة دي، إزاي إنها كلمة حية فعلا، إنها كلمة بتعمل تأثير، إن كلمات الله اللي بتخرج ما بترجعش فارغة، ده كلمة سيف فعلا. يعني انا ربنا تعامل لانها معايا كانت بتاثر فيك انت شخصيا. وهنا تيجي بقى فكره العقل والقلب مع بعض، بدا عقلك وقلبك يشتغلوا مع بعض. يس، ده حقيقي، مش بس قلبي وعقلي وروحي، روحي كانت، لان صحيح. لما بتقبلي روح الحياه بتبقى جواكي، روح الرب يسوع بيبقى جواكي، فهو ده اللي بيرشدك، هو ده اللي بياخدك، هو اللي بيديكي الديناميكية اللي بتقدري بيها تفهمي كل حاجة. يعني أنا درستي دايماً الكتاب بحب، ازاي يا دكتورة نعمات؟ نعم، درستي الكتاب ازاي؟ الكتاب ما درستوش ورا بعض، يعني ما مسكتش أقراه من الأول، بس كانت بتبقى جميلة قوي. مثلاً أقرأ عن قصة قيام العازر، وإزاي الرب يسوع كان أقام العازر من الأموات، إزاي الرب يسوع أشفى المرضى، إزاي كان كل المعجزات فانتي اللي هو اخدتي عملها. يعني ركزتي على شخص الرب يسوع، ودي نقطة يس جميلة ومهمة يس يس جدا. يس علشان كده دايما بنقول للعابرين ابتدي بالعهد الجديد، لانه شخص الرب يسوع هو المركز دائما. فده يعني دي حاجة الحقيقة انا لاحظتها في كلامك، يس انه ولكن ايضا انت واضح انك ابتديتي تقري العهد القديم، وليكي بتقري في النبوات وكده. يس بس عارفة من الحاجات اللي خبطتني جامد قوي، او اللي هزتني جامد قوي، لما الرب يسوع قال لهم ان يوحنا المعمدان هو اخر الانبياء، وان ازاي ان كل الانبياء كانوا بيجوا علشان يشاوروا، كل الانبياء في العهد القديم كانوا بيجوا بنبوات بيشاوروا على مجيء الرب المخلص. يسوع، على المخلص. والرب يسوع هو نفسه قال انا ما فيش حد بعدي، واللي هيجي بعدي انبياء كذبة، كذبة. هو قال. فيعني it was what، يعني دي بالنسبة لي كانت معلومة جديدة جدا، مختلفة. يعني المفروض ان كان في خاتم مرسلين وخاتم انبياء. وبعدين اتفضلي. عندما نواجه يعني نكون عايشين كذبة وحاجات كلها متضاربة وكده، وعين نواجه بالحقيقة بقى، بالكلمة المترابطة المستقيمة المتزنة الحقيقية. الكتاب المقدس تاريخ الإنسانية وتاريخ محبة الله للإنسان. علشان كده يعني المسلمين يقول لك اصل في حروب واصل في مش عارف ايه، هو احنا كده، تاريخنا كده، والله صادق يضع كما هو ويجد لنا الحل في المسيح. قولي لي حياتك النهارده مع الرب يسوع شكلها ايه؟ ولا أروع بصراحة. بصي أنا يمكن لو الحاجة الوحيدة اللي هقولها، بس العلاقة مع الرب يسوع أحسب كل شيء نفاية. في قعد أمين صدق، أنا بتكلم بجد. أمين يعني إنك تقعدي في محضره، وإن يبقى ليكي الكونكشن معاه، وإن هو تبقي عارفة إن هو بيعمل فيكي وبيغيرك، وإن الطبيعة القديمة كلها وإذا الكل قد صار جديدا، أمين وإن هو يعني مرحلة تانية خالص، نعم بيحول نفسية العبيد لنفسية الأبناء، نعم نحن أبناء وورثة، بقينا أولاده، فأولاده في حضنه محميين ومحفوظين ومتباركين، وهو مسؤول عننا، أمين أب جميل، أب حنين. يا يس يس من عبد لابن، من يس إنسان خارج الحظيرة إلى داخل بيت الآب، قلب الآب. شيء يعني الحقيقة
بعد ما بنفهم ده ما بنبقاش محتاجين حاجة تانية في الدنيا غير انك تكون في حضرة الله. صدقيني ما فيش حاجة تانية تساوي، وصعب حد يفهم الكلام ده إلا اللي اختبر. اللي اختبره بس هو اللي يقول، لكن لو ما حدش اختبر فعلا إن الرب يلمسه ويبقى ليه this connection معاه، فايته العمر والعالم والحياة كلها. أنا عايز أقول كلمة للعابرين وإنتي معايا دكتورة نعمات. أولا دكتورة نعمات، أنت اخترتي اسمك إيه في المعمودية؟ نعمات المسيح. انا الحقيقه اتبسطت خالص انا بقول انت ليه دايما تقولي نعمات المسيح، يعني ايه موضوع التفخيم في الموضوع ده؟ فقالت لي لا، ده الاسم اللي انا اخترته، وانا فرحت جدا الحقيقه بالحكايه دي. نحن جميعا اخذنا ونعمه فوق نعمه. امين. خليني اقول كلمه للعابرين اللي بيسمعونا، كبار وصغيرين. عايز اقول لك حاجه، كلمه الله هي اللي بتعطيك حياة حقيقية وفهم حقيقي لشخص الرب يسوع. وشخص الرب يسوع هو اللي انت لازم تركز عليه، لأنه هو ده اللي هيعلمك ويقيمك وينميك. والنهاردة اللي احنا شايفينه مع الدكتورة نعمات، خلينا أرجع أسألك يا دكتورة نعمات، انت بقالك قد إيه عابرة النهاردة؟ حاجة صغننة خالص، 3 سنين، سنتين ونص، 3 سنين تقريبا. مبارك اسم الرب اللي غير شخص زيك بكل أفكارك وخبراتك وشخصيتك القوية وكل ده إلى ما نرى اليوم من فهم لكلمة الله. علشان كده دي كانت من أكتر الحاجات اللي خلتني عايزة أعمل انترفيو للدكتورة نعمات. فهمك لكلمة الله وتعمقك في كلمة الله واستعدادك لتصليح مفاهيمك عن كلمة الله الحقيقة جذبني جدا، وأعطي فيه مجدا لله. وأتمنى كل عابر وعابرة النهاردة يسمعونا يكونوا بيفكروا بالطريقة دي. نفسي لأنك على برنامج المرأة المسلمة تقول لنا في 30 ثانية 40 ثانية كلمة للمرأة المسلمة. أنا عايزة أقول حاجة، بس قبل كده أنا عايزة أقول إن نعمة ربنا هي اللي بتعمل، لا بالقدرة ولا بالقوة، مش بحاجة، أنت بتسلم وربنا بيعمل. ودي أحلى حاجة على فكرة. أمين. لو هقول كلمة للمرأة 30 ثانية، قولي لي أول ما خلص 30 ثانية. فهقول لها أن أنت مخلوقة على صورة الرحمن وشبهه، أنت معززة مكرمة، أنت بنت، أنت مش عبدة، أنت مش مجرد قارورة إزازة ممكن تتكسر، أنت his masterpiece. خلي بالك انت تحفة، صنعك في الرحم قدسك ونسجك بايديه، وخلقك علشان بيحبك، خلقك عشان تستمتع بالعلاقة دي. خلي بالك انك انت مش ناقصة عقل ودين، انت مخلوقة على صورة الرحمن وشبهه، على صورة الله ومثاله. امين امين. وفي نفس الوقت حضرتك انت مش لا تنجسي كالكلب والحمار. حضرتك مش أكتر أهل النار، نو، حضرتك مكرمة، اجري لأبوك السماوي. طيب أبوك أنا السماوي. يعني فضل لا هم 30 وخلصوا. شكرا ليكي وربنا يباركك ويستخدمك. بصلي نعمة الله في حياتك، وإنه لهذا الاختبار يكون نعمة لجميع المشاهدين. أنا بشكركم لأنكم استمعتوا لينا النهاردة، وبصلي إن الله يستخدم هذا الاختبار بقوة في حياة كل واحد واحدة منكم. وإلى اللقاء في برنامج المرأة المسلمة في الحلقة القادمة.